يوجعك؟ هو شوية يعني. لما تتعود عليه مش هيوجعك. المهم ان هو ركبولي وهو مش مصدق. مبروك يا شيمو. زينهم سيب اللي في يدك وروح هات المأذون. مأذون لمين؟ انت مش كنت عايزة تتجوزيني؟ صح كده؟ للأسف في مشكلة، الجنين وضعه مقلوب، نازل برجليه، وهتحتاج عملية قيصرية، وهي قلبها ضعيف جدا مش هتستحمل بنك. يعني إيه؟ بنتي هتروح مني؟ محدش قال كده، إحنا إدينا لها مضاد للتقلصات عشان نأخر الولادة يوم ولا اتنين، لغاية لما نشوف طريقة نرفع بيها كفاءة القلب، وإن شاء الله خير، بس إنتي إدعي لها. سلام. ابننا هنربيه سوا مش كده؟
يا عبد الرحمن عشانك. عبد الرحمن اعطوني اعطوني خلص. دكتور ايه ده؟ انت مين؟ وازاي تخش المكتب ده من غير استئذان؟ معلش انا خلف الله جوز ياسمين الحقوها تولد حالا. ما ينفعش نولدها، قلبها ضعيف ما يستحملش ولاده قيصريه. مين قال انها محتاجه قيصريه؟ ياسمين هتولد طبيعي. يا حاج ابنك نازل مقلوب، السونار بيقول ان ابنك نازل. اعملوا لها سونار تاني عشان تتاكدوا من كلامي. يلا يا دكتور يلا تعالوا اتاكدوا من كلامي. احنا لسه شايفينها، ما ينفعش حاجة اللي بتقوله دوت. عشان خاطر الحقوها. معلش يا دكتور نشوفها امرنا لله. ماشي يلا بينا. الجنينة تعدى الوضع، يبقى لازم نحضرها للولادة فورا. يلا بسرعة. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ادعي لها. يا رب يا رب. والله خايف لا أفرح تجلبيها غم، علمت قلبي خاف من الفرحة ما بفرحش، وانا اللي فاكرني قال اني حافظها صم. اجسر جد ضحكة اضحك ليه وكيف معرفش. خير يا دكتور؟ الف مبروك، جابت لكم ولد زي القمر، ربنا يبارك لكم. بنتي يا دكتور. هي في الافاقه دلوقتي وشويه تطلع الاوضه بتاعتها. الممرضه هتجيب لك المولود تطمني عليه قبل ما توديه حضن. احمدك يا رب، الف حمد وشكر ليك يا رب. الحمد لله يا رب الحمد لله يا من انت كريم. يا حبيبي بسم الله ما شاء الله، الله هو اكبر. قمر ايه الحلاوه دي؟ امال بابا فين؟ بابا قاعد اهو. طب هاتي يا مدام، لازم يروح الحضانه دلوقتي. طيب بنتي عامله ايه؟ شفتيها؟ هروح ابص عليها ان شاء الله من بعيد. والله كويسه، ده انكتب لها عمر جديد. يا رب. يا حبيبتي الحمد لله على سلامتك. يا رب كريم يا رب الحمد لله.